مشاهدينا بنرحب بيكم حلقة جديدة وحديث التعليمية. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع يخص كل أطفالنا، تحديدا الأطفال اللي لديهم مهارات واللي ممكن يكونوا بيتولدوا بمهارات مختلفة، ودايما محتاجين الأهل والمدرسة وأولياء الأمور والمجتمع ان هو يشجعهم عشان نجد علماء، نجد عباقرة، نجد مخترعين في كل المجالات. النهارده هنتكلم على الطفل المبدع، ازاي نشجعه على الابداع، ازاي الطفل ده نعرف ان هو مبدع، هل في مقومات لابد ان تتوافر في الطفل علشان يكون مبدع، وهل الابداع ده مهارة مكتسبة ولا الطفل بيتولد بيها. كل هذه المعلومات الخاصة بالابداع وازاي نحيط باطفالنا عشان نجد اطفال المبدعين ونشجعهم، هتحدثنا عنهم دكتور هدى مدني، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بإدارة شمال الجيزة التعليمية ومدرب الأكاديمية المهنية للمعلمين. أهلا بيك يا فندم معانا. أهلا بيك يا أهلا فندم. أهلا بحضرتك. بحضرتك. دكتور هدى، في البداية يعني سؤال بسيط، الأطفال بتتولد يعني لديها مهارات الإبداع ولا بتكتسبها من الأسرة، من المجتمع، من المدرسة؟ هو كل شخص عنده قدرات، بس بتبقى بنسب. القدرات دي بتعلو وبتبقى كده بتنمو زي ما هو بينمو في السن، هو كمان القدرات بتاعته دي بتنمو. ممكن ان حضرتك تلاحظ ان هو مختلف فتبتدي تنميها تساعديه، او ان هو يبتدي يتعلم من الاقران اللي هم زمايله، يبتدي يكتسب خبرات، يشوف زميله ده عمل خطوه معينه او فكره معينه فتعجبه الفكره دي، فيبتدي هو كمان يحب ان هو يكون في مثل ايه مستوى زميله دوت، فيبتدي يفكر ويبتدي يتعلم، فبتكتسب. هي لازم ممارسه. من تمام ضمن عناصر الابداع ان هي الممارسه. تمام طيب، تعرفنا للابداع بشكل عام، ما هو الابداع وايه المقصود بيه، ومين هو الشخص المبدع او الطفل المبدع؟ الطفل المبدع ده أنا شخص ليه قدرات مختلفة عن الآخرين. القدرات دي عايزة تتطور دائما، ودايما يبقى ينشر فكر الإبداع. بيتنشر فكر الإبداع ده عن طريق العناصر الداعمة ليه. ممكن هو يكون عنصر داعم لنفسه، ده لو كان هو كبير في السن شوية، يعني مش طفل صغير. لكن أنا لو أنا طفل صغير هو محتاج العناصر الداعمة، أسرته، بابا ومامته، أقاربه، أصدقائه، أي شخص ممكن يدعمه. لما بيكبر في السن شوية بيكون هو نفسه عنصر داعم لنفسه، يدي نفسه طاقة إيجابية. أنت مبدع، أنت شاطر، أنت مختلف عن الآخرين، فكر في فكرة جديدة، أنت عايز تبقى مشهور إزاي وزي فلان وفلان وفلان وانت قاعد مكانك. فهيبتدي هنا هو يكون عنصر ايجابي لشخصه بذاته. طيب، في اطفال تحديدا بيتولد ولديهم قدرات ابداعيه ولا الاطفال دي بتكتسب المهاره دي من المجتمع ومن الانماط الحياه المختلفه اللي بتدور حوالينا؟ انا شفت في مره طفله كانت وهي صغيره كانت بتالف، كان احد اقاربها هو اللي انتبه ان هي مختلفه، ان هي مجرد بتالف صفحه واحده، يعني كتبت مثلا قصه عن القلم، مع ان القلم قلم رصاص عادي بيكتب او قلم جاف، فعجبته الفكره. يعني انت مش كاتبه قصه عاديه تقليديه زي سنو وايت ولا سندريلا، لا دي هي كاتبه حكايه رحله قلم. فراح قال لباباها بنتك هتبقى حاجه كويسه جدا وحاجه مشهوره. باباه هو اللي راح قال له لا يا شيخ، يعني عشان قصه؟ قال له صدقني الطفلة دي فيها، بنتك فيها حاجة مختلفة، نميها. اللي نماها فيها ده المعلم اللي اكتشفها لا ولا؟ ده أحد أقاربها انتبه. تمام. لما هي بتوري له القصة اللي هي كاتباها، فلقى إن القصة عن الألم. أنا تمام. ألم يعني، وأنا بعمل وأنا برسم وأنا بروح وأنا باجي واتبريت وقصرت وصغرت وكده، وابتدت تحكي قصة ألم إن هو إزاي، يعني معاناته وفرحته وهو بيكتب وفرحته وزعله وهو بيتبري. فهو هنا انتبه إن دي وهي سنها صغير بقى عندها أجندة بتكتب فيها كل إيه كتابتها. بعد كده بقت بتألف وهي في الجامعة، بتكتب فعلا. قصص. وهو اللي انتبه، وهي هنا سمعت جملته ان هي طفلة مختلفة وجميلة وشاطرة وهتبقى حاجة كبيرة. الكلمة دي كانت حافز بالنسبة لها. في حين ان والدها قال له ايه، يعني مش الدرجات دي. تمام. بس هي عملت ايه، ركنت الطاقة السلبية على جنب وتجاهلتها وبصت الجملة ايه الداعمة، عجبتها الجملة دي قوي، انا حاجة كبيرة، بقت تكتب وخدت ميداليتين من الجامعة عشان هي بتكتب، برونزيتين. يعني اقصد ان هنا ايه، ان جمله وهي الكلمه صغيره. ممكن تبقى حافز بالنسبه للطفل وممكن تجعله ان هو ينمي مهارته او ابداعه طوال حياته. شفتي هي كانت عامل ايه، حافز نفسها رغم سنها الصغير، بس هي دي قوه اراده. تمام.
طيب لو انتقلنا واتكلمنا عن جزئية مهمة جدا في كل المدارس اللي هي يعني ألا وهي الأنشطة المدرسية، في نشاط صفي وفي نشاط لا صفي، هل النشاط لديه دور مهم في العملية الإبداعية لكل أطفالنا سواء كان نشاط صفي أو لا صفي؟ الأنشطة عموما بتبقى بتخرجك من حالة الدراسية الروتينية، تمام. انك قاعده جوه ديسك ومعاكي ورقه وقلم بتاخدي معلومه بتكتسبيها وبتحفظيها، هنا ايه هي الدراسه العاديه معرفي وحفظ، لكن النشاط بيخليكي بقى ايه في براكتس بقى وفي تدريبات وفي تمارين في افكار جديده. ممكن لو في حصه التربيه الفنيه مثلا، الحصه ديت فيها مش لازم كلها رسم بالالوان، ممكن تيجي المدرسة تقول لهم المرة الجاية تبقوا جايبين معاكم خامات أخرى، مثلا تبقوا جايبين معاكم فوم، ورق قص ولزق، مادة لزقة، هنا هيستخدم خامة، طب هنعمل ايه بيها؟ اعمل بيها كارت بس شكله يكون جديد مختلف، ما تقص، تقول له توجهه، ممكن المعلمة هنا توجهه ما تقصش الكارت المستطيل، يبقى هنا وجهته توجيه مختلف، ابعد عن الكارت المستطيل. طب ليه الكارت المستطيل؟ هيقول لها ليه؟ هتقوله ده شكل تقليدي، ده قتل بحثا، اعمل لي شكل مختلف زي ايه؟ دايرة، زي شكل قلب، بس خد بالك انه لما يتفتح من اي بقى من الجنب خط ستريت ما تروحش تقصه، برضو نفس الحكاية في الدايرة، هتبتدي هنا اديته فكرة اعمل بقى اي شكل اخر، ممكن اي شكل تاني اي شكل تاني. راح عمل اطفال عملوا شكل ايه؟ شكل شجرة، بقى كارت شكل شجرة، تمام. فهنا انت اديتي خطوات لتفكير مبدع ابتكاري، مثلا تجيبي الزراير ملونه وتجيبي الكرتون اللي بيبقى ملفوف حواليه بكر المناديل وتدي لهم الخامه دي والخامه دي، قول لهم اعملوا بيهم شكل مبتكر، هيبتدي يبني عناصر. في طلبه عملوا الزراير ديت اشكال زخرفيه على الكرتون ده وخلاها وقفلها من تحت وخلاها مقلمة، واحد تاني خلاها فكرة شبه الفنجان وبرضه ابتدى يستخدم خامة الزراير. هنا انا بدي، بس لازم تبقى عندي بعض العناصر البسيطة، هي ما جابتش خامات، المعلمة ما جابتش خامات صعبة او مش متداولة، لا ممكن تبقى موجودة في اي مكان وفي نفس الوقت خاماتها بسيطة، بس انا قصدي اعمل ايه؟ انا عايزة انقله من حالة الجمود. تمام. يعني يمكن دكتور هدى كل أسرة في بيتها طفل في بداية حياته في الكيجيهات أكبر شوية، فهي حابة تعرف إن هل الطفل ده ممكن يبقى مبدع، ممكن يبقى مبتكر، ممكن يبقى عبقري في يوم من الأيام، هل لابد إن تتوافر فيه مقومات معينة ولا في علامات معينة ممكن تظهر على الطفل ده والأم تقدر تكتشف الطفل ده وتنمي لديه الموهبة دي؟ هو لازم الطفل بيعمل حدث معين بيخليه تنتبهي له. يعني ممكن نقول أمثلة؟ يعني أقول لحضرتك مثال على بنوتي مثلا، كنا شفنا فيلم أنا وهي وكانت هي عندها 3 سنين، فكانت تتفرج على الفيلم، ففي الفيلم فيلم إنجليش عادي، فالبنوتة عملت رسمت لوحة صغيرة وحطتها لزقتها بسلوتيب على تلاجة البيت في المطبخ، فباباها لما صحي الصبح هو مامتها اتفاجئوا جدا بالرسمه، طبعا هي رسماهم ورسمه البيت ورسمه حاجات جميله، فقعدوا يعني حفزوها وشكروها وقعدوا يبصوها وحاجه جميله اللوحه ديت، وكتبوا هي كمان عامله لهم مفاجاه يعني. وكتبوا لها عليها جمل داعمه يعني ثانك يو، واللي رسم لها سمايل واللي رسم لها قلب. فبنوتي يعني انا دلوقتي شفت الفيلم زيها. تاني يوم لما رحت الشغل ورجعت ودخلت من باب الشقة، لقيت عند وحدة الإضاءة بتاعت الباب لقيت ورقة مرسومة وملزوقة بالسلوتيب، امشي شوية تلاقي في الطرقة، تلاقي في أوضة النوم، على باب أوضة النوم، في الأنتري. هي هنا ايه حصل لها؟ تعلم أقران، هي طفلة في سنها وشافت الفكرة عجبتها وكمان وجدت كل اللي حواليها بيشجعوها. هنا بقى لما انا جيت كان ممكن المفروض ان انا ايه مثلا، هي كده بهدلت الشقه، كل الشقه ورق 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 ورسمه ايه، وفي حاجات فيها شخبطه، قلت لها ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ده الفكره بتاعت امبارح. طب هقول لك حاجه، احنا مش هينفع نخلي كل الشقه معرض، ده احنا كده انت عامله معرض كبير، احنا هنخلي كورنر ليكي المعرض بتاعك. طب فين المعرض بتاعي؟ فوق السرير بتاعك. فهنا عملنا لها ايه؟ تظبيط ان هي منهجتي شويه الفكره بتاعتها وخليتيها تمشي بخطوات
يعني استراتيجيه بقى يعني، بس ممنهجه تمام واحد واحد كده. طب احسن لوحه، وهنبتدي نرسم لوحات ونلزقها. طب اللوح مع الممارسه والرسم الطالب هيبتدي يتطور، رسمها بعد شهر غير بعد شهرين بعد سنه. طب كل رسمه نروح نشيل القديم ونحط اللوحات الجديده، طب والقديم نرميه، فكده هنحصل لها احباط لو احنا فكرنا الفكره دي. لو رمينا اي شغل الطفل عمله ده احباط، يعني انا بقول له الشغل ده كان وحش وكنت بضحك عليه، لا نحطه في فايل ونكتب عليه التاريخ، فيبتدي لما يجي يوضب دولابه او مكتبه ويشوف الفايل يقول بص الفايل بقى قد ايه. دلوقتي الفايل عندنا في الدرج كبير جدا، فيه لوحات مرسومه على سكتشات، مرسومه على ورق كراسه عاديه، او في ورق قد كده مرسوم فيها رسمه او مكتوب فيها اي لاف يو بس كده، قلب وسهم واتش وام عشان هي انا وهي مثلا. فهتلاقي كده هو انت هنا عنصر داعم، الرسمه دي حلوه ولا مش حلوه. تمام. طيب هل في علامات أخرى ممكن تظهر على الطفل، يعني في طريقة حواره مع أسرته، في طريقة أفعاله في المدرسة، في طريقة علاقته بالآخرين أصدقائه مثلا، يعني في طريقة مذاكرته، هل في بيبقى علامات جريء؟ أخرى؟ بيبقى جريء شوية، بيبقى حاسس بذاته، الطفل المبدع ما بيخافش، بتلاقيه ان هو مقدام شوية، عنده إرادة وبيصمم على حاجة فبيعملها. ما بيحبش يسمع كلمة مش هتنفع، بتضايقه، ليه ما تنفعش يعني كده، طب اديني سبب، طب ليه ما انا ممكن اعملها بحاجة تانية، لو الحاجة دي الفكرة دي غالية شوية سعرها غالي ممكن استخدمها بطريقة تانية مختلفة. فهو لا عنده قوة إرادة وعزم وما بيحبش الجمود ومش روتيني. تمام. في عمر معين للإبداع دكتور هدى؟ يعني لا الإبداع من سن صغير ممكن يظهر على الطفل ويبتدي ينميه، وممكن يظهر يعني بعد المرحلة الابتدائية او في المرحلة الابتدائية في نهايتها برضو، لكن ما مش بيبقى فجأة مرة واحدة، لا بيبقى بيبتدي من عند الطفل موجود، هو بس بيحتاج ان انتي حضرتك تدعميه وان هو بينمو مع التدريب والتوجيه الصحيح. يعني تنمية الإبداع لدى الأطفال هل بالتشجيع فقط، ولا هل باصطحابهم لأماكن خاصة بيه إن هم يبدعوا في المكان ده، أو يبتكروا في أماكن مخصصة للإبداع أو لرغبتهم في شيء معين، سواء هو كان مبدع في الرسم أو في عمل روبوت أو في إبداعات مختلفة؟ ممكن يبقى لو انا مش متاح ان انا اوديه اماكن زي مثلا المبحث العلمي او الاستكشافي، ممكن ان انا ابتدي اعمل له معمله صغير. كان في طالب في ثالثه اعدادي وراني الصور بتاعته، عامل في اوضته معمل صغنن قد كده اهوت، يعني عامل حضرتك تجربه ان هو واجهته مشكله ان هو ان الدرس في العلوم بتحتاج انك يبقى فيه تجارب، التجارب دي لازم تشوفيها، فما المعامل مش مجهزة عندنا قوي، يعني فيها نسبة ما فيهاش التجارب بتفعل قوي بسيط. فهو ابتدى يفكر ازاي اعمل التجربة، عملها في البيت، هو مش عملها لذاته، اللي اسمه هو الطالب ده اسمه صلاح، مش عملها لصلاح، هو عمل التجربة عشان الاخرين يشوفوها. هو تمام. هنا طفل بس حب ينشر فكر الابداع، فابتدى جاب ايه، جاب الفوم وحط فيه مغناطيس، ودي ايه الذرات، والنص حط النواة، واستخدم هنا خامة بسيطة فوم وخامة بسيطة تانية المغناطيس، وجاب الأسلاك النحاس اللي هي موجودة في الكهرباء بس تكون سميكة شوية عشان يبتدي يحطها في الفوم دوت عشان تقف، ووصلها بالموتور. هو دي المادة الوحيدة الخام اللي راح اشتريها، وابتدى عمل صندوق كرتون، جاب علبة كرتون وراح غطاها بالورق عشان يعمل الفكرة بتاعته، وحط الأجهزة بتاعته من جوه وطلع منها النواة والذرات، وعمل وصل الأسلاك ورهن، راحت الأسلاك أول ما شغل الكهرباء راحت كلها، راحت على النواة، وابتدت بعد كده النواة تلف ومعاها الذرات. هو هنا ورى زمايله فكرة الإبداعية بتاعته، هو عمل الفكرة، مع إن أنت ممكن تشوفيها على لو دلوقتي أسهل إنك تشوفيها في النت وعلى تمام. اليوتيوب، بس هو لما عملها قدام زمايله بقى هنا يبتدي كل واحد كمان بقى مش بيسأله بس انت جبت الخامة دي ازاي، انت جبت الموتور ده منين. تمام. تمام. طيب في أفكار أو فكرة ممكن تكون الفكرة دي إبداعية؟ طبعا، يعني مثلا هنقول بيلجست اللي هو دلوقتي ده كان اكبر صاحب شركات مايكروسوفت تمام. برمجية حضرتك، دوت كان ما كملش دراسته
وما كانش شاطر قوي في الدراسه، وساب الدراسه بتاعته لكنه ابتدى يوجه نفسه ازاي ابقى حد مختلف وابقى صاحب شركه، والشركه دي تبقى بتدر عائد مالي كبير جدا وابقى رجل غني. تمام. خالد بن الوليد عنده فكره ابداعيه، لما جه يواجه العدو فهو لقى ان العدو اقوى منه في العدد، راح عمل فكره خلى كل الحصنه تجري في المكان فتعمل غبار كتير. لما عملت الغبار الكتير العدو ابتدى يقول ايه ده، عدد اللي هيهاجمونا عددهم كبير جدا ومهول، شوفوا قمه قوه الغبار اللي طالعه، ده عدد مهول من الجيش، فخافوا فتراجعوا. فكره، مجرد فكره خلصته من فكره الحرب. تمام. فيعني دي افكار كلها مختلفه ممكن تكون في حد ذاتها افكار ابداعيه، ابداعيه طبعا. يعني في وفي افكار كل ما الاجيال بتبتكر فكره او بيمر بخيالها فكره بتبقى هي فكره في حد ذاتها فكره. وان يكون عندك الجرأة في تنفيذها. ما طيب. ممكن ابقى عندي الجرأة، يعني عندي الفكره بس خايف، اخاف تمام. اقدم على الفكره وتنفيذها. طيب، مهارات الشخصيه المبدعه، هل في مهاره معينه بتميز الشخصيه المبدعه؟ المهاره اللي عنده ان هو اولا باي مشكله بتواجهه بيحاول يجد لها حلول، وما بيجودلهاش حل واحد، مش حل واحد اللي بيحطه، لا بيحط حلول. كل ما حتى لما بتقابله حتى في تحليلات الشخصيه يقول لك البجعه السوداء، البجعه السوداء ديت يقول لك هي المشكله والعائق اللي بيواجه الانسان فواقفه في طريق ان هو يوصل لهدفه، فهو ازاي هيتجاوز العائق ده وينتقل لتحقيق الهدف بتاعه. فهنا الشخص المبدع دايما اي مشكله بتواجهه بيكون عنده القدره انه يحلها. مهما حاولتي حضرتك او اي حد تاني او هدى تحاول ان هي تعوقه، لا لا انا هحلها، انا عندي القدره. طب ما ينفعش الحل ده، هيخبط على باب اخر لحد ما يوجد حل. عنده مرونه بقى كمان، ما بيحبش الجمود، ما بيحبش يكون في قالب واحد، بيحب دايما التغيير والتجديد، ويحب ينشر دايما الثقافه بتاعته للاخرين. تمام. اتفضلي كملي. ومن ضمن الحاجات ان هو حضرتك بتحسي ان هو شخص حاسس بذاته. تمام. ممكن ما تلاقيهوش يقول لك انا عارف، لا ممكن يبقى قاعد في مكان ويبقى قاعد يستمع لاكتساب خبره. ولو سالتيه انت تعرف يقول لك الحته دي انا ما كنت، النقطه دي ما كنتش عارفها، ما كانش عندي علم بيها. ولو اديتيها له وانت حضرتك مع مثلا شخص ما قال له سؤال، يقول له انا بكره هجيب لك الرد. هنا هو من قال لا اعرف فقد افتى، هو شخص حاسس بذاته، انا مش ضعيف ان انا ما عرفتش. ويقول لك اصل مش كل واحد عارف كل حاجه في الدنيا، بس انا عندي القدره اني ابحث فبكره هجيب الرد. فهو تمام. يعني معنى كده ان في ممكن معوقات تعوق اطفالنا او تعوقنا بشكل عام على اننا نكون اشخاص مبدعين او ان الطفل ده يكون شخص مبدع، يعني في معوقات. في معوقات مثلا ان يكون يتعامل مع اشخاص بيتسموا بالسلبيه، او ان يدي ثقته لشخص عشان يساعده مثلا في تجربه ما، فالشخص ده بدل ما يكون داعم ليه يكون لاهل غير اهل لذلك. الجمود برضو ممكن ان هو يكون عايز الفكره بتاعته محتاجه ان هي يدعمها ويوثقها، فالقوانين الروتين الموظفين ده يشعروا شويه بالاحباط، فعنصر الاحباط من ضمن العناصر والقوانين اللي بتروح تعوق شويه الابداع. الجمود، ان ما يلاقيش حد شخص داعم ليه، ان دايما هو بقى يواجه كل مشكلاته بذاته، فده بيحبطه، بيبقى ساعات بيحس ان هو نفسه ان يكون حد داعم ليه قوي. مشكلات لو واجهته بكثره في تجربه ما بتشعره باحباط شديد. هل في طرق لتوليد الافكار؟ يعني انا عشان تجيلي فكره، هل في طريقه ممكن الفكره دي تجيلي من خلالها ان انا اطلع، ان انا اقرا، ان انا اشوف ايه الجديد على النت؟ يعني هل في طرق مختلفه؟ هو اهم حاجه ان الانسان اللي عايز يولد افكار وانه عايز يبدع يكون مرتب دولاب ادواته. يعني انا اقول لحضرتك مثلا لما كنت في الدكتوراه كانت بنتي تقول انت كل مره هتبتدي لازم توضبي المكتب والورق والشغل ومحدش يقرب له، لان الورقه الصغيره انا عارفه الورقه دي انا كاتبه فيها ايه. تمام. فممكن غيري لو وضب المكان بتاعي يفتكرها غير ذات قيمه فيرميها، لكن انا حاطه زي علبه صغيره حاطه فيها الاوراق الصغيره قد كده كمان. فدي حاجه انا ارتب دولابي بنفسي ودولاب اورائي انا عارفاه، ودايما تكون افكاري منظمه.
وياريت يبقى الإنسان اللي هو عايز تتولد عنده الأفكار ويبقى مبدع لازم يكتب هدفه الأول. أنا هدفي إيه؟ يعني لو طالب في الثانوية العامة ما يكتبش إن أنا إيه، أنا هنجح ونفسي أنجح وجبت 90%. ده على فكرة أنا ممكن أجيب أقل من 90، لكن لو كتبت إن أنا نجحت فعلا وأحسس نفسي إن أنا نجحت وأشعر نفسي بالنجاح ده، وما بت... يعني دوت بيولد لك طاقة أكتر إيجابية يخليك توصلي للنجاح. كمان طرق توليد الأفكار إن يكون عنده قدرة على التغيير، تغيير في ذاته، تغيير في أفكاره، يبتدي عنده نوع من هو من باحث، باحث جيد، يكتب كل فكرة صغيرة. يعني ساعات سواء الأفكار كانت في المجال الدراسي أو خارج الدراسة. خاصة بالذات بالفكرة بتاعته اللي هو ايه عايز يوصل لها، فلازم يبقى عنده نوت بوك بتاعته خاصة بالموضوع ده، كل فكرة صغيرة، لأن هو لو جات له الفكرة دلوقتي وما كتبهاش هينساها. كان في كنا في تدريب، فالدكتور اللي كان بيدربنا قال لنا أنا عايز منكم جملتين. التدريب بيبقى عبارة عن أول حاجة افتتاحية، إن أقول جملة داعمة للأشخاص، وجملة ختامية. تمام. فبنسبة كبيرة كلنا بنجيب الجمل من على النت، أحكام، أقوال. فقال إيه، لو معرفتوش تجيبوا جملتين يبقى هاتوا جملة واحدة والتانية تبقى من نابعة منكم، أنتوا تكونوا حاسينها. فكان نفسي أوصل لنقطة إني أجيب جملة داعمة، بس من ذاتي، مش من الكتب ولا من الانترنت، بس جمعت جملتين من النت. بقيت وانا نايمة عشان بفكر ان انا الجملة نفسي اجيب جملة خاصة بهدى، رحت وانا نايمة جات لي. لو كنت كملت نومي وانا عمالة افكر وقلت هبقى بكرة اكتبها كنت هنساها. فلما على طول قمت ورحت كتبت، انا كتبتها زي ما هي جات لي دلوقتي. بعد كده ابتدي نقحيها بقى، لا انا اشيل دي وازود دي وانقص دي، حتى بقت جملة شكلها لطيف. طب هي الجملة نبعت من مين؟ من الجروب اللي انا كنت معاه في التدريب. انا حسيتهم هم عناصر داعمة كانت قوي، وكان دايما يقولوا جمل إيجابية اتصفوها يعني بالتدريب. معنى كده ان التشجيع والتحفيز ليه علاقة باستمرارية الابداع والابداع اكثر فاكثر. والتخطيط الجيد، انك تخططي، تدوني كل اللي الافكار بتاعتك، تنفذي خطواتك بامكانيات ومواردك المتاحه حاليا. اي عائق بالعكس اخليه مش عائق، اخليه عنصر ايجابي يدعمني اكتر. تمام. دكتور هدى، يعني هل لدينا احصائية باعداد الاطفال المبدعين؟ يعني دايما بنقول ان الطفل المصري اكثر ذكاء في فترات حياته الاولى او في طفولته او في الاربع سنوات الاولى من حياته. هل في احصائية للاطفال المبدعين في الفترات دي او فيما بعد؟ لا، هو كل على مستوى العالم الأطفال كلهم أو الأشخاص سواء إحنا كبار أو صغار عندنا جزء إبداعي. يعني مش الإبداع بيخص فئة معينة، لكن أقول لحضرتك إيه، يعني في أطفال بيبقوا عندهم النبوغ زايد بنسبة كبيرة. تمام. تمام. إيه، أنت حضرتك ما دام نمتيه وانتبهتي له هيزيد، لكن هو مش بيخص بس الطفل المصري، لا، بدليل مثلا سكرو هونداي اللي هو الياباني دوت في اليابان مش في مصر، اللي هو صاحب شركة هونداي للسيارات، ده كان من عائلة فقيرة جدا معدمة، وابتدى يشتغل في محل سيارات، وبعد كده هو بقى صاحب شركة هونداي اللي هي مالية كل شوارعنا عالميا، مش حاجة خاصة بمصر، لكن هو على مستوى العالم كل الناس عندها الإبداع. أصل العقل هو واحد في كل الإنسان، مش خاص بطفل معين أو بلد معينة. تمام. يعني ده رأيي. تمام. ممارسة الرياضة، يعني كتير من الأطفال ومن الولاد بيحبوا ممارسة الرياضة، هل ليها دور أيضا في تنمية القدرة الإبداعية؟ إن الطالب ده أو الطفل ده بيمارس رياضة أو رياضة معينة، سواء كانت سباحة أو كرة قدم، سواء كان في المدرسة أو في نادي، هل ليها علاقة بالإبداع؟ بتنمي جسديا، بيبقى صحته احسن، دايما عقله يقظ، ما بيبقاش شخص متكاسل، وده بيديله حاجه كمان ان هو بيبقى بيحب عمل الجماعي. العمل الجماعي يعني مثلا لو احنا عملنا جروب في السباحه فريق ويبقى يعمل مع بعضه، انت هنا بتعلمي التعاون ان في جروب. الرياضه مثلا زي كره القدم ده فريق لازم يشتغلوا مع بعض، ما ينفعش كل واحد لوحده بيحدف الكرة لبعضيهم، فهنا ان احنا بنعلمه روح الجماعة والتعاون. الرياضة بتجدد طاقة الإنسان،
لو الانسان جري نص ساعه وابتدى راح شغله بتفرق معاه، حتى بياكل بطريقه صحيحه افضل، صحته بتبقى جميلة كويسه، وعضلاته وقوته البدنيه بتبقى كويسه. فبالك لو الاطفال بقى من سن صغيره بتمارس الرياضه، وخاصه تمام. فتره الصيف، يعني لو احنا مثلا خايفين على الدراسه بتاعتهم نخليهم يمارسوها في فتره الصيف دي، حلوه جدا، جميل، ويبقى له اصدقاء ومعارف اكتر وعلاقات اكتر، يبقى ان شخص اجتماعي. لو اتكلمنا بقى زي ما حضرتك قلتي في أسر فقيرة جدا لديها مبدعين، فهل المعلم المدرسة مسؤولة عن تنمية الإبداع ده؟ يعني ممكن يروح يقول لوالدته أنا عايزة يعني أبقى عبقري في حاجة، عايز أكتشف حاجة، عايز أخترع حاجة، فالأم نتيجة للعامل الاقتصادي مش هتبقى فاضية إنها توديه مكان يتعلم أو إنها تشجعه، فممكن يبقى رد بمعنى أصح يقتل الإبداع عند الطفل ده. هل المدرسة ليها دور لما نوجه الطفل ده إن هو لأ، طب روح للمدرسة قول للميس بتاعتك إن أنت عايز تخترع في مجال ما، أو عندك فكرة عايز تنفذها، أعمل إيه، أنميها إزاي؟ هل المدرسة ليها دور؟ وأي نوع من المعلم اللي ممكن يوجه الطفل ده في المجال الإبداعي تحديدا؟ هل المعلم الخاص بيه اللغة العربية، الخاص بمادة العلوم الساينس، يعني أي نوع من المعلمين؟ كل المعلمين بجميع التخصصات ليهم يعني بيكونوا سند مؤازر للطالب. يعني حضرتك أولا في قسم في جميع المستوى الإدارات قسم الموهوبين، ده بيبتدي يشوف الطالب الموهوب وابتدي يكون له داعم. يعني مثلا أنت في الشعر، فابتدي المعلم اللغة العربية يبتدي يدربه، عشان كده بتلاقي مثلا في القصائد الشعرية والمسابقات بتلاقي طلبة وبيفوزوا على مستوى المحافظات والإدارات. هنا ده هنا اتجهوا للمعلم الصحيح، هو تخصصه لغة عربية، عشان الطالب ده بيحب يقول النثر والشعر. تمام. طالب تاني زي اللي بيحب العلوم لازم هيتجه هيستعين بمدرس علوم، صحيح. تمام، في الساينس، وهيبتدي يقول له أنا لقيت الخامة. يعني صلاح الطالب اللي أنا كنت بحكي لحضرتك عليه وشفته الأسبوع اللي فات، اللي وجهه واللي ساعده كان مدرس العلوم والساينس بتاعه، اضافه للمعلمه اللي هي، او مش المعلمه، هي كانت الاستاذه المسؤوله عن قسم الموهوبين في الاداره، ابتدت تدعمه بان هي توديه المبحث العلمي اللي هو في القصر العيني، عشان عايزين الفكره بتاعته يوثقوها. فهنا في جهتين، حد بيساعده ان هو ازاي الخامه هنا دي اللي تنفع عشان تعمل فكرتك، وحد تاني بيقول له ايه الجهه اللي توثق لك الايه الفكرة والتجربة بتاعتك. في مثلا الرياضة، وان هم يشتركوا في المسابقات الرياضية والكاراتيه والشطرنج. في طالب في مدرسة احدى المدارس فاز في الشطرنج. هو فاز ازاي؟ عن طريق المدرسين اللي ابتدوا يوصلوه بالجهة اللي تخليه يشترك في المسابقات، لما لقوا هو تمام. نابغ في الموضوع ده، خاصة ان في مدير المدرسة مشترك في الاتحاد بتاع الشطرنج. ده كان يعني هو من حظه ومن نصيبه ان هو قدرا ان مدير المدرسة في الاتحاد دوت، فخده ووداه الاتحاد وعرفه على الاشخاص، وابتدى الطالب يشترك سنتين، وفي السنتين فاز وهو مصري. فكل معلم يقدر يخرج الطاقة الإيجابية والإبداع والابتكار داخل التلميذ. هو أنا عندي موجود بس محتاجة حد يوصلني. طيب الإبداع بيحتاج لإمكانيات مادية يعني كبيرة، ولا ممكن في أضيق الحدود ممكن الطالب ده يبدع، المعلم يساعده، الأسرة تساعده؟ لأن زي ما أنا ذكرت من شوية إن ممكن تكون أسرة محدودة من الناحية الاقتصادية وتوجه الطفل عفوا توجيه غير سليم، والعكس، فهل هو محتاج إمكانيات مادية كبيرة ولا بأقل التكاليف ممكن الطفل أو الطالب ده يبدع؟ هي حسب الفكرة ايه. لو كانت فكرة محتاجة ماديات كتيرة ده شوية ممكن يبقى سبب عائق، بس احنا ممكن نروح نقول له ايه، يعني لو الأسرة زي ما بتقولي حضرتك غير عنصر متاح ليها، العنصر المادي الاقتصادي، نقول له طب ما نطبقها بشكل أبسط شوية لحد ما نقدر نطبقها بشكل أكبر. فهنا احنا ما قتلناش الإبداع عنده، ما رحناش عملنا له وقفنا وخليناه يقف عند التراك بس كده، خلاص وقف ستوب، لا انا اديته فكره تانية بس ابسط، لحد ما انا بعد كده مثلا يبقى معايا امكانيات ماديه اشتري له الخامات اللي تخليه يعمل فكرته. فهو ممكن اعملها بفكره بسيطه زي ما قلت لحضرتك، يجيب صندوق ويجيب امكانيات بسيطه ويعمل بيها الشكل بتاعه. زي مثلا في طالب
حب يعمل، شاف العرايس في مسرح العرايس عايز يعملها الفكرة، دخل على النت وابتدى يجيب الخامات، ابتدى يشوف ايه الخامة، هو ووالدته الخامة اللي تتواءم مع الوقت الحالي والحاجات اللي موجودة في البيت عنده. فابتدوا مثلا هم محتاجين كرتون نصبيان، طب ما احنا ممكن نستعيض عن نصبيان بكرتون، اي كرتون عادي. فابتدوا قصوا كرتونة عادية، وابتدى يجيب عايز يعمل فكرة العينين، راح جاب خطيان ازازة المية فعمل شكل العينين، طب جاب الكورة بتاعته وراح قسمها نصين عمل شكل المناخير، جاب الفوم وعمل بيه شكل الشعر، والقلم الفلوماستر ورسم جوه دايرة الغطا الازازة شكل العين، وعمل البق وابتدى يحط ايده فيه، وابتدى بالسفنج والفوم، عمل في الاخر ماسك. هو ده ابداع برضه، ما عمله بخامات من البيئة، عناصر متاحة. تمام، وده شيء رائع يعني ان هو بيبدع بأقل تكلفة. رغم ان هو مش هو هنا مش الامكانيات، هو حب ان يعمل حاجه بايده، ما ممكن يقول انا عايز اشتري عروسه او اشتري لعبه، لا هو حب ان هو الطفل او طفله انه ينفذها بايده لانها جمالها اكتر. تمام دكتور هدى، كتير من الطلبة اللي مش هقول هو ان هم متفوقين دراسيا، لكن بيتصادف ان هم فعلا الطالب الموهوب او المبدع بيكون فعلا متفوق من الناحية الدراسية. كتير اتقابلنا بيهم في برامجنا وبنجد ان هم بيبتكروا او بيخترعوا اشياء كتير بتحل مشكلات موجودة في البيئة المحيطة، زي على سبيل المثال مشكلة خاصة بالكهرباء، مشكلة خاصة بالمياه، مشكلة خاصة بزحام الشوارع، مشكلة خاصة بالتلوث البيئي. يعني شفنا اختراعات مختلفة لكل الطلاب، لما بيتم مش استغلال كل هذه اللي الابتكارات أو الإبداعات لحل المشكلات الخاصة أو المتواجدة في مجتمعنا بشكل عام؟ هو طالب، في طلبة فعلا دعموا وعملوا التجارب بتاعتهم وسجلوها، لكن هو محتاج الدعم أكتر إن حد يبتدي يطبقها. يعني أنا شفت طالب عامل فكرة المصباح اللي هو في الطريق، ان هو على طول المصباح من عن طريق جهاز معين لو اتركب في العمود اللمبة حتى لو اتحرقت هتبتدي تشتغل تاني، وراسم الرسمة بتاعته ومطبقها على حاجة صغيرة وجايب لمبة هي ومسجل الفكرة بتاعته. بس هي عايزة ايه؟ انها تنتشر على مستوى الدولة، عايز حد عنصر او شخص مسؤول يدعمه. تمام. شفت برضو طالب كان الفكرة بتاعته ان العربية احنا بنتعرض ان ممكن حد يكون بيعدي قدام العربية فجأة، لا هو يديك الجهاز دوت احساس يعني في حركة هتحصل فاقفي، فانت لو ما عرفتيش هو يوقف لك العربية، هو عامل ومصنع الجهاز ده. فهو انت حضرتك هو عمل عنصر واحد، عنصر واحد وده كلفه. وفي طلبه بيبقى بقالهم سنه يقول لك انا بقالي سنه على لحد ما صنعت الشكل دوت، يعني انا الجهاز بتاع العربيه ده هم 3 طلبه اشتغلوا عليه مش طالب تمام. واحد، وهم في مرحله تانية ثانوي. بس محتاج حد يعني اقوى ماديا ويبتدي ايه يصنع الجهاز بتاعهم ويبتدي ينشره على مستوى الدوله ومستوى العالم، لكن هو متوثق، لكن محتاج الايه التفعيل الحقيقي يعني. تمام. المفروض ان الطالب ده او الطالبة المبدعة محتاجة دعم متواصل، او محتاجة ان احنا نحفزها بشكل متواصل، يعني محتاجة ان الدعم ده، يعني انا هي ابدعت او مثلا ابدعت في مجال ما او اخترعت او عملت حاجة، محتاجة ان انا ادعمها بقى باقي حياتها، ولا هي بقى مع نفسها تبقى تخترع وتطور من فكرها؟ يعني محتاجة ايه؟ كان في واحد شغال في مؤسسة اسمها تيد في أمريكا، فبيقول إن جات له طالبة صغيرة في السن في بتقول له هو أنا إزاي أنجح، رغم إن هي في ثانوي وهو شخص كبير فمعرفش يرد عليها. فابتدى قال أنا عفوا دكتور هدى، انا بتكلم عشان ما يقتلش الابداع ده داخل الطالب او الطالبه، يعني يفضل متواصل او ما متواجد أنا عندها او يكبر او ينمو. ما أنا هجيب على حضرتك. فهو حب يعرف إزاي الإبداع والنجاح يفضل مستمر، فلما قعد يسأل مجموعة أشخاص ويعمل كذا مقابلة، لا عشان النجاح يفضل مستمر والإبداع في كذا حاجة لازم تعمليها، لازم يفضل الطالب على طول يستمر، أو الإنسان بمعنى أصح أي فرد يفضل على طول يمارس العمل اللي هو عايز يعمله، ويفضل دايما حاطط النجاح هدف. يعني حضرتك لو أنا نجحت لحد 2016
طب ايه اللي هفضل ثابته على النجاح ده؟ مش هعمل ما هو جديد عشان الناس تفضل شايفه ان استاذه غاده نجحت. تمام. هتفضلي تعملي ممارسات معينه لحد ما تفضلي ناجحه على طول، مش ناجحه في وقت مؤقت وبعد كده الوقت ايه فيما بعد ننام. لا، احنا عايزين نفضل دايما في حاله استيقاظ تام. فدايما ما دام انا وصلت النجاح لحتى لجزء معين مش هسكت لحد كده، انا عايز دايما اشوف سي نفسي حضرتك دايما افضل ناجحه. الناجح يعني محتاجين قدوه ممارسه او مثل اعلى مثلا. ممارسه تمام. محتاجه ممارسه. ممكن اداف يعني لو انا مثلا ما لقيتش عنصر دافع، حضرتك ما لقيتيش هدى جنبك وانت بتمارسي تجربه ما وما لقيتيش حد دافع ليك، يبقى انت حضرتك تدي نفسك البوش ان انت تطلعي لقدام. يبقى هنا احنا محتاجين تدريب وممارسه، عايزين فكره دايما جيده، الفكره دي تفيد الاخرين. زي مثلا المصباح، هي دي فكره ايه؟ فكره ما فادتش هدى بس ولا استاذه غاده بس، لا فادت العالم كله. تمام. مين دلوقتي يقدر يعيش من غير المصباح؟ مع انها فكره بسيطه جدا، بدل ما نستغني عن وحده الاضاءه التقليديه الشمعه او السراج او ايا كان الواتيفر اللي كان بيستخدم قديما، لا انت هتبتدي تضيء اللمبه اللي هي دلوقتي كلنا بنستغناش عنها. فان يبقى فكرتك حضرتك تعم بالخير على الجميع، ما تضرش حد. اللي يبقى فيه فكر جيد، فيه على طول تدريب، في ممارسه، في دافع، حد يدفعني الامام او انا اللي ادفع ذاتي. فكرتي تكون جيده، عندي اصرار على النجاح، ما يوقفش عند حد معين، لالا الناس هتنساني، هتنسى عملي، هتنسى مجهوداتي. ما كنش مثلا ناجح في قسم التدريب وبدرب كويس، لا وقف عند الافكار اللي انا وصلت لها. مثلا وصلت الفكره اني عايزه اقول للناس العمل الجماعي مهم، فروحت جبت ورقه وكوبايه وحطيت الورقه على الكوبايه وقلت لهم شيلوها. اي حد يقولك ازاي هشيل ورقه وكوبايه، دي فكره ازاي دي تتعمل يا جماعه؟ بس انتوا واكون جربت التجربه دي، ما يكونش الانسان ما يجي يحط تجربه ما يكونش جربها عشان ما تفشلش، عشان لو فشلت معاه ما يروحش الناس الاخرين يسخروا منه، ولو حتى سخروا ممكن يبقى هو برضو ده دافع ليه. المهم فانا لما اجرب التجربه والاقيها نجحت واجي انفذها فالناس تعجب بيها، ما اقفش عندها، اشوف حاجه جديده، تخلي دايما ولا اكمل التجربه دي. والتجربه نفسها انا ايه هدفها؟ انا هدفي ان اقول ان مش الترابيزه دي انا ما اقدرش اشيلها لوحدي، تمام؟ البانر ده ما اقدرش اعمله لوحدي، انا محتاجه استاذه غاده معايا. تمام. فهتبقى انا وايدي بايد استاذ غاده وهنشيل الحاجه. صحيح. هي الفكره كده، كاني بقول روح التعاون. اني عندي كان الكوبايه ديت الهدف بتاعي او الفكره بتاعتي او التجربه اللي عايزه اوصل بيها لبر الامان وانجح. فتصوري لو هم الجروب كمان ماشي، واجهتني مثلا مشكله وان هم ماشيين وهينقلوها من الترابيزه الف للترابيزه ب، فجي احد الاشخاص ابتدى عمل شويه ورق وابتدى يحدف عليهم، هو هنا هو فاكرها مزحه، طب علي بقى حضرتك استفيدي منها، اقول لهم دي اسمها ايه؟ يروح يطلع واحد يقول لك دي مشكله واجهتني، ده عائق. هنا حد ايه حب يوقفك، لكن انتوا كملتوا ولكن ما كملتوش. هنا حولتي خطوة عملها أو حركة عملها شخص ما لفكرة أنت بتوصليها لهم. طيب الفكرة دي نجحت وعملت ضجة في وسط الناس وقالوا في فكرة بتعبر عن روح التعاون والعمل الجماعي، هتقفي عندها بقى؟ هتبقى بعد كده خلاص فقدت جمالها، بالذات لما تكون انتشرت على مستوى كبير ونزلتيها مثلا على اليوتيوب وبقت كل التدريبات ظهرت فيها. طب فكري في فكرة تانية عشان تعمل نفس الضجة دي، يبقى انت هنا في استمرارية. تمام. في الاستمرارية دي بتدعوك دايما للنجاح. تيجي مثلا عايزة تعرفيهم ان ما نأذيش بعض ونكون عناصر هادمة، فتقول لهم كل واحد هينفخ بالونه وهيربطها في رجله، تمام؟ وبعد كده بعد ما نفخوها وربطوها في رجلهم احنا هنعمل ايه؟ الشاطر فيكو اللي هيحتفظ ببالونته ايه زي ما هي ما تفرقعش، هياخد جايزه كبيره. تمام. طب كله عمل ايه؟ كله راح ابتدى يجري على بعضه عشان يفرقع بالونه ايه غيره. هنا هو ايه احنا ما كناش ده القصد. فبعد ما خلاص ادينا ستوب قلت لهم، فبيقولوا مين اللي هياخد يعني اللي فضلوا بقى ثلاثه يعني مين اللي هياخد فينا الجايزه؟ قلت لهم ما كانتش الفكره ان احنا نفرقع بلالين بعض،
احنا الفكرة ان احنا نحتفظ ببالونتنا، فلو كل واحد كان وقف مكانه وثابت كان فضل محتفظ ببالونته. احنا هنا عايزين ننهي عن فكرة هدم الغير، مش عشان انا انجح يبقى انا المفروض اهدم اللي جنبي، لا بالعكس، انا ممكن ابقى في مكاني وافضل ناجحة ومعايا بالونتي. دي هي كانت الفكرة. فانت هنا نشرتي فكر متجدد، فهم راحوا ضحكوا من نفسهم، يعني ان هو كلهم فكروا في ايه، ازاي بفرع بالين زمايلنا الاخرين يعني. تمام. طيب يعني انا بتكلم بقى، يعني حضرتك مدير اداره للتخطيط الاستراتيجي باداره شمال الجيزه التعليميه، تمام. هل المعلم او الاداره ذاتها بيكون لديها خطه موجهه تجاه الطالب او الطفل المبدع في كافه المراحل الدراسيه، بالظبط كده. كل قسم من الاقسام والمعلم بيتدرب على هذا ولا؟ اي بيبقى قسم بيعمل تدريبات على مستوى جميع الادارات، كل بيعمل تدريبات خاصه، ويبتدي يجيب مثلا الاول المديرين بتوع المدارس وينشر ثقافه الخطه، الخطه الاستراتيجيه اللي هي دكتور هدى، احنا هنستأذن حضرتك وهنرجع نستكمل حوارنا عن الخطة الاستراتيجية المواجهة تجاه المدرسة وتجاه أيضا المعلم، ولكن هنخرج فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زلنا معاكم وحديث التعليمية مرة تانية بنستكمل حوارنا عن الروح الإبداعية وازاي ننمي الإبداع عند كل أطفالنا وعند الطلبة بشكل عام في كافة المراحل الدراسية. مرة تانية بنستكمل حوارنا مع دكتور هدى، وكنت بسألها عن ازاي المعلم يكون لديه الخطة الموجهة للطالب لاكتشاف القدرة الإبداعية عند هؤلاء الطلبة، وأيضا تنمية هذه القدرة، وازاي يكون هل في فعل معلم مدرب على اكتشاف الموهبة وتنميتها، أو اكتشاف الروح الإبداعية أو القدرة الإبداعية وتنميتها. ده اللي هنشوفه من خلال لقائي. مرة تانية برحب بيك دكتور هدى أهلا المدني بيك يا أستاذة مدير غادة. إدارة التخطيط. أهلا بيك يا فندم. أهلا معانا بيك يا أهلا فندم، بيك. أهلا وسهلا. هو كل معلم يعني حضرتك بممارسة لخبرة إنك مذيعة، حضرتك أكيد عندك بيت الممارسة والموهبة والتنمية اللي عندك من كتر ما أنت حضرتك مذيعة بقالك صحيح، سنين، العمل أو الممارسة بيبقى عليها بينمي. عامل. صحيح نفس الحكاية، المعلم بيبقى عنده قوة ملاحظة حتى رغم ان على فكرة الكثافة عندنا عالية، لكن بيلاحظ ان عنده طفل ده مختلف فبيبتدي يهتم حتى بيه، والطفل بتلاقي بريق في عينيه كده مختلف برضه يعني، او فعلا بيبقى ذكي يعني باين عليه. حتى مع وجود تكنولوجي مختلفة، أن الطفل في هذا العصر تحديدا بيقضي فترات حياته على النت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هل ده مش بيقتل الروح الإبداعية لدى الأطفال أو لدى الطلبة، ولا بينميها، هو ولا؟ كل ليها شقين، ايجابي وسلبي. لو هو حضرتك ماخدها كلها جيمز يبقى هو هتأثر عليه جسديا وعقليا، وممكن تصيبه بالتوحد. يعني في اطفال، اهالي كتيره بتسيب اطفالها قدام التلفزيون او الكمبيوتر عشان يقدروا ينجزوا هم اعمالهم، ده غلط. لازم يكون الاجهزه دي استفيد منها بشكل ايجابي ويبقى لها وقت كفايه لحد كده، وعشان ما انساش، لان ممكن مثلا انا مديله ساعه انه يتفرج على التلفزيون او انه يلعب يدخل جيمز على النت، اظبط التايمر عندي ساعه عشان لما يجي التايمر يدي الجرس انا انتبه نفسي كشخص كبير ان خلاص وقتك كده انتهى، ما ينفعش انه يفضل يقعد بال5 ساعات، ده غلط عليه جسديا وصحيا وعقليا، خاصة ان الاطفال دلوقتي ايه، عشان ما يبقاش سامع الدوشة اللي في البيت فيحط السماعة، فكده هو كل حواسه مع الجهاز ده، فلازم يكون الاستفادة منه الاستفادة الإيجابية. صحيح. والقعدة تكون صحيحة علشان ما يضرش عمود الفقري من طول القعدة، لأن هو بيقعد على كتاب وبيقعد على جهاز كمبيوتر ومش قاعد بيمارس الرياضة في البيت. تمام. الخطة المواجهة من الجهة التدريبية للمعلم؟ اللي هو دايما الوزارة والأكاديمية بتعمل تدريبات على طول، حتى بتبقى التدريبات بعد فترة من الساعة 1، يعني بعد اليوم الدراسي. هدفها إيه؟ هو عايز ينمي المعلم سيكولوجيا ونفسيا وعلميا وبحثيا، وفي الاخر حتى التدريب دايما يقول له احنا عايزين منك فكره جديده مختلفه لمشكله ما، ويبتدي يحط له مثلا 5 6 عناوين، يبتدي كل فريق في التدريب بيبقى معمول في فريق 1 و2 و3، وكل ممكن الفريق يسمي نفسه فريق الظهور، فريق الأمل، التفاؤل، كل فريق هنا برضو روح الجماعة يبتدي يعمل
بحث واحد في الموضوع ده. فيعملوا ايه حضرتك؟ زي ما بتعملي خطة، فبتقولي 1 2 3، حضرتك تمسكي النقطة دي وانا امسك النقطة ديت، ونبتدي نجمعها بعد كده في بحث واحد. فهو هنا الغرض بيعرفه فكرة العمل الجماعي، وفي نفس الوقت بيخليه على طول في حالة تدريب على طول وتنشيط ذهني. بيعرفه بكل ما هو جديد، ممكن عن طريق نشاط، ممكن عن طريق المدرب بيديهم فكرة جديدة مختلفة أو إحصائيات جديدة وصلت له. تمام. طيب دكتور هدى، سريعا وقتنا وشك على النفاس، سريعا نصيحة لكل أم وأب. نصيحة لكل أم وأب، أولا إن إحنا نكون عناصر داعمة لأولادنا. تمام. وأول ما ننتبه إن طفلنا عنده حاجة ابتكارية مختلفة، ما نروحش نكون عنصر محبط أو سلبي ليها، بالعكس نقف جنبهم. ما بحفز أبدا ولا بحبز إن يكون في عنصر الضرب أبدا من الأم والأب لابنائهم. لما يكون الابن شور هو هيعمل حاجات غلط، ده أكيد، محدش ما بيغلطش، احنا حتى الكبار احنا بنخطئ، بس احنا بنبقى عارفين اخطائنا فين. لما نيجي نعاقب الطفل، الضرب مش بيخليه يسمعني، او الزعيق بصوت عالي ما بيخليش يفهمني، هو شايف قصاده شخص بيزعق بس، او شخص بيضرب، لكن هو فهم انت حضرتك عايزه توصلي له ايه؟ لا، لو قعدتي تكلميه بالعقل وبالمنطق، اللي انت عملته ده غلط وفي كذا وفي كذا، هيستجيب اكتر، وهيبتدي هو يسمع لما يعني تبتدي عملتي نوع من الحوار. تمام. تمام. دكتور هدى مدني، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بإدارة شمال الجيزة التعليمية ومدرب الأكاديمية المهنية للمعلمين، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليك يا فندم. ميرسي يا فندم. ميرسي حضرتك. شكرا ليك. مشاهدينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا من حديث التعليمية. يمكن كان موضوع حلقتنا موضوع شيق، كان خاص بالإبداع لدى أطفالنا، وأعتقد أن ده موضوع مهم جدا، لابد أن احنا نقف دائما عنده كتير، ونحاول ندعم الروح الإبداعية أو القدرة الإبداعية لكل أطفالنا أو لكل الطلبة الموجودين في بيوتنا أو في المدارس، أو حتى لو لدينا طفل مبدع، لابد أن احنا نوجه الإدارة الخاصة بالمدرسة، وده في انتظار أن احنا نجد في الفترات المقبلة مبدعين في كافة المجالات. دائما انتظرونا وحديث التعليمية.